السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة من مدينة القاهرة بالضبط من أمام مندوبية الصحة بوزارة الصحة لجهاز الدار البيضاء أسفاس وقف احتجاجي لفعاليات المجتمع المدني تندد بتجاوز وسمسرة الشواط الأكبر وزارة الطب المحاسبة سمان خان والقاسم. إذا على المباشر مشاهدينا الكرام مشاهدينا هذا الزغنسكاب نلتقي مباشرة من أمام مندوبية وزارة الصحة من مدينة الدار البيضاء. الحدث اليوم هو تندير المجتمع المدني بزوار الشواهد الطبية خاصة بكوفيد 19. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، وعلاش دايرين هذا الوقفه اليوم؟ حنا فعاليات بعد الفعاليات الجمعويه ديال مقاطعة الدار البيضاء انفا درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه كندوا بها الوضع المزري اللي ولا فيه وزاره الصحه، لان كنشوفوا اطباء واش تراخي ولا وضع مزري؟ لا ها؟ واش تراخي ولا وضع مزري؟ لا تراخي، حنا راه وضع مزري اصلا خصو يكون، ماشي تراخي. هذا الوضع ملي كتشوف ان واحد الحاجه تفاقمت بزاف ولات عاديه، يعني راه بحال والو كما قال الاخ ويلا، راه بحال والو تلقى بنادم عنده واحد الورقه والشهاده الطبيه عنده في جيبه هنايا، لان كنشوفوا شحال من واحد كتهضم لي الحق ديالو بسبب هاد الشواهد الطبيه. حنا جينا اليوم وقفنا وقفه سلميه باش نوصلوا الميساج ديالنا للمندوب الجديد باش ياخذ اجراءات ديالو ويوصل الصوت ديالنا كساكنه كفعاليه جمعويه السيد وزير الصحه باش توقف هاد الشيء، هذا يتوقف، لان الشواهد الطبيه ادت على هدم حقوق الناس، هدم مستقبل ديال الاطفال وديالنا ديال العائلات. يعني كنحاولوا ما امكن اننا كنطلبوا من السيد المندوب انه يوصل الصوت ديالنا بان خصو يكون الجزر ويكون الردع لهاد الاطباء الفاسدين اللي محسوب على وزاره الصحه. شكرا. كيفاش يكون نورمالمون ملي كتعطى واحد الشهاده كتعطى بناء على معطيات اكيده، ما باش تعطي واحد جواز تلقيح وما دارش تلقيح هذا راه يشكل خطر متنقل. لا ما كنهضرش على جواز تلقيح، انا كنهضر على الشواهد الطبيه اللي كتعطى لواحد السيد انه يعطي، انا غنجيب واحد مضروب كله عطيه 15 يوم وواحد صحيح هرب بيا كيجي ياخذ حط الشهاده ديال 21 و29 يوم ويمشي في حالاته بموتور ديالو عادي بحال ما وقع له ديالو. هذا هو اللي كنهضروا عليه، هذا هو الفساد، هذا الفساد بعيني. هذا حنا اش كنقولوا؟ حنا ضروري وكنتمناو من السيد المندوب ومن السيد وزير الصحه انه تكون الردع ويكون واحد القانون جذري. مؤخرا واحد السيده كان عندها نزاع مع واحد الطبيب، وذاك الطبيب عطاها الخصم ديالها شهاده طبيه فيها العجز، وهي مشات جابت الام ديالها اللي متوفيه وعطات هي شهاده طبيه. وهذا تا هو راه دليل كتقول عليه دابا انت بالنسبه لك، دابا ملي كتقول لي فوالا. ولكن ذاك القطاع الخاص، قطاع خاص ولا قطاع عام، راه طبيب راه محسوب على وزاره الصحه، راه طبيب راه محلف. انت دابا عطيتي واحد الواقعه، هاد الواقعه غتبني عليها وتبنات عليها وخذات حكم، هو راه حنا كنسمعوا واقع اكثر من هاد الشيء. هذا يعني خصنا نحيدوا من هاد الفساد هذا. كنتمناو وكنعاودو الله يجازيكم بخير، كنتمنى من المندوب انه ياخذ بعين الاعتبار هذه الوقفه الاحتجاجيه. تحياتي للجميع. شكرا. شكرا. كان هذا توضيح من بعض فعاليات المجتمع المدني فيما يخص التراخي او تزوير شواهد طبيه او شواهد طبيه تحت الطلب اللي عطاك ياخذ، وهذا راه كيشكل خطر، لان هذوك الشواهد الطبيه ممكن ان تدخل الانسان للسجن، ممكن ان مشاهدينا الكرام لازلنا معكم على المباشر على قناتكم على الحدث فرانسكار. الحدث اليوم إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي الحدث فرانسكار، كما قلنا سابقا نتواجد امام مندوبية الصحة فيما يخص التزوير والتراخي في اعطاء الشواهد الطبية اللي يمكن ان تزج بالناس للسجن. مشاهدي الحدث فرانسكار لازلنا معكم امام مستشفى واحد الورد في مدينة الدار البيضاء، هي مافيا كتاجر شواهد طبية شواهد طول، وجينا نحاربوهم ونوصلوا له الرسالة. دابا غدا بعد غدا ولا كان غدا شي واحد ثاني غدا شي واحد ثاني تظلم بهذا الجواز ديال الطول، ما يقولش ليا راه ما كانش كباري، ما يقولش ليا راه ما جيتوش عندي، راه جات عندك اليوم مليون ديال البشر عبر هذه المواقع التواصلية السين مندوب ديال الصحة.
كاين شي تواصل، كاين شي تواصل مع المندوب، الله يرحم الوالدين، تواصل مع المندوب، هذا المندوب، هذا المندوب حنا عندنا ليه كل احترام، عندنا ليه كل احترام، وكنعاود نقولها كنقدروا اي واحد يلاه جا ما حدو ما بينش العيوبات ديالو. من هذا السيد هذا غادي يسمع هذه الرساله ديال المواطنين، وغيسمع هذه الرساله ديال النقابين، وغيسمع هذه الرساله ديال الوطنيين اللي جاو وما غيدير والو، ديك الساعه غنعتبروه شريك ديال هاد المافيا. كاين حالات، كاين حالات بزاف، كاين حالات، كاين حالات، كاين ما نقدرش نقول لك. انا شفنا حتى الطاكسيات وسيروا للمحكمه راه غتهربوا، سيروا للباب المحكمه، صوروا معايا عباد الله اللي مظلومه بشواهد طبيه ديال الزور، والله تتهربوا، والله تتهربوا. شفت حتى ما دايره سي سي بين 500 و1000 درهم، راه كلشي عارفها، راه كلشي مشارك فيها. إذن مشاهدينا الكرام، كنتم معنا على المباشر من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من أمدام مندوبية وزارة الصحة فيما يخص زوار شواهد طبية. نلتقي في مباشر آخر دائما على قناة من حدث بودكاست. إلى اللقاء.